وينكم؟ ليش قاعدة؟ قاعدة. شو عماد ما رجع لسه؟ رجع بس مو لهون، لعند ست بدور. لك من شاف احبابه نسوا اصحابه، ما بتعرفي المثل؟ بس نحن مو اصحابه، نحن اهله، ما عاد شفناه بالبيت بنوب، دب عند الست ميساء. الحق على اهلها، مو لازم يفسحوا له المجال هيك، حتى لو كان خطيبه. شايفت لك الجماعه عديمين وقعوا بسلتين، ما صدقوا امتى صح لهم واحد يخطب بنتهم. صح لهم واحد يركبوا على ظهره بيقولوا لا، حطي حالك محله. لك طمعانين فيه، كل يوم فوت بايديه هدايا ب 400 500 ليره، الله اعلم يمكن عم يلبس العيله كلها. اليوم المسا بدي احكي معه، ما بيصير هيك، لازم حدا يوعيه والا بيطير الولد من بين ايدينا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أبي. علي عمي. يا لطيف، ما أطيب كاسة الشاي مع السكر. صب لك كاسة يا عمي. لا ما بدي. الكاسة الثانية بتطير العيش. لا 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 ما بدي. تمر عمي. شربت يا أبي، الله يرضى عليك. يا لطيف. يا لطيف. تقول بدري شلون. بعد الغداء تضربني الحيوانة. مثل أبو نورس. ما بقدر ما نام. مين هذا ابو نوراس؟ جارنا المانح. يا وانا نفس الشيء كمان عمي، بس بتحمل شوي بتقوم بتحل عني الناعوسه. جربها 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 بتصير. ايه ما في داعي ما في داعي، اصلا حلاوتها بس ساعه النوم بعد الظهر، يعني مثل هلا. قوم نام عمي قوم، ليش قاعد؟ قوم نام. لا يا صهر لا، معقول نام وانت موجود؟ الله يسامحك يا عمي، شو انا غريب؟ قوم نام عمي قوم، قوم نام. لك بالعادة أنا ما بقدر نام وعندي ضيف. لا يا بابا لا، بزعل منك ها. هلأ عماد ضيف. بابا أنت فوت نام حبيبي، فوت نام. يا بنتي أنا ما أخذت عليه وش، وطالما ما أخذت عليه وش بدي ضل حس إنه هو ضيف. أبوك بده كتير لحتى ياخذ على عادة. لما تجوزني ضل سنة كل ما يفوت لبيتنا يكدوا العرق من الحياة، وبعد ما تجوزنا امي ما شافته بالبيجامة لبعد سنة، وبالسنة الثالثة لحتى اخذ وش وصار ينام ببيت اهلي. ماما ماما فوتي كملي شغلك. يا عيني عليك يا عمي، يا عيني عليك. طبعا واحد ما لازم يتبع على بيت عمه كمان. الزيارة إلى وقت والراحة إلى وقت وكل شيء إلى وقته. طبعاً. عمو عماد عم نتذكر. ما تفكرني إنه عم لمحها. أعوذ بالله، طبعاً. بس عمي أنا طبعي غير طبعك. يا سبحان الله، أنا إذا حبيت حدا بندلق وبدبق، وإذا كرهته بكش وبكرشن. وأنا من وقت ما شفتكم حبيتكم. وحسيت انه انتوا اهلي وما فيني استغني عنكم ابدا ابدا. مشان هيك عمي حمل حالك ومرتاح، خذ راحتك كامله. لا 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 معلش طارق، ما بيصير ما بيصير عمي. لا لا ما في والله ما بيصير. بدك قوم ما بدك انت. قوم عمي قوم. قومي باكيري. هذا مو حكي. هذا انت فاهمه، انت رجال وانت بتفهمه. ليش كان يفهم؟ لك شربته اياها بالمعلقه، وبعد شوي شرقته اياها بالشلمونه، وشوي تاني سكبت الزبديه كلها فوق راسه وما كان تخرط بمخه. وهلا شو 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 قال شو؟ بدي
صبح لي ربع ساعة أكسر ناعوستي بعدين أرجع أعود معهم. وأنا شو أعمل بناعوستي؟ نتناوب أنا وياك. هلأ أنا بنام وبعد شوي بتفقيني بروح بقعد محلك. سكر الباب وراك. انتبهي على المصبوطة. خير بابا؟ ليش لهلأ قاعدين هون؟ ايش بدنا نعمل؟ مضطرين نضل قاعدين هون لبعد ما يسكر التلفزيون لحتى تشرف حضرتك ونقدر نكمشك نحكي معك كلمتين على انفراد. شو القصة؟ اسمعي ام رؤوف. شو رجع؟ رجع. كأنه في شي قصة ما بتسوى بكون تحكوا لي اياها؟ نعم سيدي في خبرية ما بتسوى. خير امي؟ صاير لأخواتي شي؟ لا لا الخبرية بتخصك لك. شو القصة؟ هالشغل يلي عم تشتغله ما بيسوى. شغل شو؟ مدبق ببيت عمك. شو مالك بيت؟ مالك أهل؟ وقعتولي قلبي بين رجلي، خوفتوني. هلأ هذا هو الموضوع اللي زعجكم؟ طبعا شي بيزعج. لساتها خطيبتك وبعدتك عنا، شلون ما تصير مرتاك؟ ميساء ما دخلها، أنا اللي عم روح. تفضلي يا عبد الله أفندي، من هلأ صار يدافع عنها؟ لا ما عم دافع عنها، عم بحكي الحق. فعلا ميساء ما دخلها؟ لو ميساء ما عم تعطيك وش، ما كنت بتدبق مثل التمرتينة. طبعا بدها تعطيني وش، لكن خطيبتي، إذا ما أعطتني وش، بتركها. عم تعطيك وش مو محبة فيك، عم تعطيك وش محبة بالهدايا اللي عم تجيب لهم إياها. شوف لك ابني إذا ما انتبهت لحالك بيطالعوك زملوطي بيشلحوك اللي فوقك واللي تحتك. شو اللي عم يضحكك؟ أبوك ما حكى شي بيضحك. اللي بيسمعك بيفكر في فوقي وفي تحتي، ما بيعرف إنه أنا شد حبلك يا قطا لا فراش ولا غطاء. أنت موظف وعندك راتب. استحي على دمك ولا؟ شو اللي عم يضحكك؟ كلمة الراتب بتفرطني من الضحك. ما نحن ما بنستلم راتب من الدولة، بنستلم إعاشة مساعدة إنسانية من الدولة. لك نحن لأنه راتبك زمك عم نحكي هيك. لو كان راتبك محرز اهدي قد ما بدك، بس مو تروحوا على الهدايا. كتر خيرهم الجماعة اللي عم يستقبلوني بإيد فاضية، جماعة غيرهم كانوا حلقولي من زمان. قومي ام رؤوف، قومي فوتي للنام. تصبح على خير. تصبح على خير. وانتو من أهله. شفت؟ ما بطيق يسمع عنهم كلمة. نعم قطع ايده وشحد عليها حتى ما نجيب سيرته. إذا ضل الولد على هالسحبة رح يلحق مرته وما يقدر يرد علينا أبو رؤوف. هذا اللي خايف منه. لازم تقنعه. ما بيصير هيك، أنت أبوه بتمون عليه. مالك شايفتي شلون متنح ما عم يرد على حدا. شو يعني؟ انفلته من إيدينا؟ لا خلينا نستنى شوي هلا. بعدين بمل هيك بالأول بس. وإذا ما مل؟ ساعتها منشوف شو بدنا نعمل. شو بدنا نشوف أبو رؤوف؟ خلص منشوف اللي منشوفه. كأنك مالك مهتم للأمر. عم أقول لك خلص بقى. تصبي على خير. أبو رؤوف؟ خلص تعال. عادي. كل الأهل بيغاروا من خطيبة ابنهم. يا رجل أنا ما ضحكوني إلا لما جابوا سيرة الهدايا. إيه أنا خجلان من حالي كيف عم فوت إيدي فاضية تقريبا. هلا ما أخذت ولا هدية لخطيبتك ابنه؟ بلا أخذت لها قطعة أواعي مخب تالت بس شقيتها. شقيت قطعة الأواعي؟ لا شقيت النمرة اللي مكتوب عليها مخب تالت. مو إنه بيستحوا على دمهم وبيشيلوها، مصرين يخلوها وبالخط العريض كمان. ألو وليه ما قلت لك لا تصل؟ لحظة إلك. إيه ميساء؟ لين أمي؟ لا أمي ما رح أجي.
معزوم اليوم على الغداء؟ طيب خلص مثل ما بدك. ماشي، مع السلامة. مروان ليش ما قلت لي انه امي؟ وانا شو عرفني انه امك؟ ما قالت لي، قالت لي ممكن عماد. طيب عفوا منكم، بدي دق لميساء لانه هي مستحية تدق لي بالاول. بجوز عم يستنى تليفون منها للبنت، فكرك هي. يا عيب الشوم، البنت اللي بتستحي على حالها ما بتلفن لخطيبة على الشغل، بتقل حالها شوي. خلاص ام رؤوف، ما عندك غير الموضوع تحكي فيه. يعني انا ام عور البنت. لك انا معك 100%، بس غيرينا هالسيرة بقى. يعني لو كان خلصنا ام رؤوف، حليها برمة. انا ما كنت حب لحم الغنم بالاول، زفر ما بحبه، بس بعد ما جن البقر حولنا بشكل كامل على الغنم. ايه صرنا نماعي على بعض. جمال يو قال جمال قال لا، بعدين منصير مثل اولاد الواوية، تصير رقبتنا هيك شفتها. صحيح صحيح عماد، كل مرة بقول بدي اسألك هالسؤال وبنسى. حبيبي شو هي الحمى القلاعية؟ بعرف انها مرض بس بتأثر شي على البني آدم؟ شباب الحمى القلاعية بتأثر على البني آدم شي؟ أنا ما بعرف. ولا أنا. على قلبك. ميساء المسألة بحاجة لشرح طويل. بشرح لك إياها بعدين. افرج لك على التليفون بدي أحكي. طيب ميساء، شوفك على الغداء. بس كأني حاسس أبوك عم يتضايق من زياراتي. لا، كأنه عم يقلب خلقته فيني. افرج لك على التليفون بدي أحكي. يا ميساء، لا هذا رفيقنا الغليظ نفسه. طيب ماشي، مع السلامة. السلام. لا أدخنوه هيك، صارت الساعة 11، يحلوا عنه بقى، نحن كمان بدنا نشوف ابننا. اتصلي اسألي عنه. رح أتصل. ألو، أهلين ست نوال، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوطة. كيف عروستنا؟ لا تأخذيني عم بتصل بوقت متأخر، بس يعني عم بسأل على عماد، تأخر لازم يرجع على البيت، مو هيك؟ والله يا أختي البيت بيته، ونحن مو مزعوجين منه، 100 أهلا وسهلا فيه. فيكم الخير والبركة، كمان نحن أهله وحقنا نشوفه. طيب شو رأيك نقسمه بيناتنا؟ أنتوا نص ونحن نص، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. نحن مو مانعينه عن أهله، هو بيجي بيقعد، إيش نقلعه؟ لا، أنتوا كبار القدر، أنا ما عم أقول قلعوه، بس أنتوا مثل أهله، يعني بس فهموا إنه له أهل لازم يسأل عنهم. بكرة بس تصير بنتكم عنا، تقبلوا نمنعها تشوفكم؟ نحن ما عم نمنعه، هلا بعطيك يا تحكي معه. عماد يا عماد. لا يا مطعمي ما خلص الضحك. عماد خود احكي بالتليفون. مع مين؟ امك. امي؟ نعم. الو، اهلين امي. شو منين عم بحكي؟ مع مين كنت عم تحكي هلا؟ سلمي علي. بتسلم عليكي ميساء؟ قال الله يسلمك. ايه امي، امي خلص مو وقتها هلا، ما رح احكي هلا. طيب هلا هلا؟ طيب نص ساعة بكون عندك. طيب يا جماعة، أنا بتسمحوا لي لازم أمشي، ما تواخذوني. لا لا لا، ولو يا ابني ما تواخذ، ولو تفضل تفضل تفضل، حرك تفضل. مع سلامي. الظاهر الوالد مريض. ايه سلامته سلامته، طالما مريض خليك من جنبه احسن لك يا ابني احسن. ماشي، بخاطرك مرت عمي. سلامي. بخاطرك ميساء. سلامي ان شاء الله. بعافية. مع السلامة. الظاهر نسيت
تتعمل لي حاله انه هو اللي مدبق عندهم، مو هن اللي ناصبين له الدبق. شو عرفك؟ بجوز هو اللي مدبق. ليش عم تحطي الحق كله عليه هون؟ لو ما عم يتكركروا له ما بيدبق عندهم. قصدك عم يتصلصلوا له. هي هي. تصبي على خير. العمل لسه من اولها بدهم يفسدوه على اهله. قلنا تصبي على خير. وانت من اهله. لك ليش ما حكيتي من اول؟ ليش لهلا ما حكيتي؟ لك انا ما بدي احكي لك حتى ما ازعجك. بعدين ما قدرت الا ما بقى لانه واقفه بزلعومي. كان لازم تحكي لي هو هون العمل. شو هاي انت عم تقشمه بالنص؟ يا انا كله ما لي شايله من ارضه، يخرب بيته، منيح اللي قبلنا فيه. جميل جميل، هدي شوي. تعرف اني انا ما حكيت لك لحتى ما ازعجك. لو قلت لك وهو هون لك كنت قلعته. ايه طبعا بدي اقلعه حتى يروح يفهم امه انه ما عم يتزحزح من عندنا. شو نحن رابطينه بحبال؟ طول بالك جميل، طول بالك. ما بدي طول بالي، العمى مثل الحمل على ظهرنا، عم نتحمله حتى ما نزعجه، نطلع نحن بالاخير قليلين الحياه. عم نقول لك طول بالك. ايه شو علي؟ طول بالي. طول عمري ما بجي على البيت قبل الساعه 12. هلا بعد الخطبه مدري شو صار لها، صارت تدقق على الصغيره والكبيره، مدري شو صار لها، تغيرت. انا رح اقول لك شو صار لها. شو صار لها؟ امك عم تغار عليك من خطيبتك. بلا حكي فاضي يا عدنان. هلا هي امي وهي خطيبتي، شو خص هي بهي؟ بدي افهم شو خص. عدنان عم يحكي مزبوط، كل واحد بيخطب امه بتعمل فيه هيك. انا امي خطط لها لحياة عند ابو عزات حجاب ميم دال. مشان شو خطط لها؟ مشان تقلب عنا؟ يا ريت. مشان تتعزم لحالة البلدية. اتصور قديش كانت تحبها. العمى طيب ليش؟ شو بعرفني؟ انا لهلا ما كنت اقدر افسر هذا الشيء، مع انه حياة كانت تحبها كثير لامي. انا راح اقول لك ليش. ليش؟ لانها بتحس بالغبن، بتقول ها انا اللي حملته 9 أشهر وربيته وحاطط له وغسلت له وتعبت عليه، بس شاف خطيبته زتني ولحقها بتحس حالها انها خسرتك. بس الشغله مو هيك، هي قانون الحياه. الخسران هو اللي بحس بالظلم، ربحان ما بحس وبيقول هيك مثلها. ايه لا عدنان عقدتها كثير فلسفيا. هي الشغله ما فيها ربحان وخسران، ايوه هي اقتحام خط ماجينو. كمان عم تحكي بمنطقه الربحان. كرم اخلاق منه بيقول ما في ربحان وخسران، بس الخسران بيكون عم يكز على اسنانه لانه عم يتقطع من جوا. طيب شو العمل؟ لازم تعمل توازن. يعني اذا جبت هديه لخطيبتك لازم تجيب هديه لامك مثلها تماما، واذا قعدت مع خطيبتك لازم تروح لعند امك وتقلها لامك قديش خطيبتك مدحت فيها، يعني كلام من هذا النوع. كحل عنا يا هات التليفون هات. هاتي لشو؟ اتصل فيني رفقتي ماما الله يخليكي. رفقتي فكرتيني غشيمة وما بعرف مع مين عم تحكي. طب خطيبي بده يتصل فيني، شو فيها هي؟ فيها بتير، لأنه أخذ وش زيادة عن اللزوم، ومبارح أمه بهدرتني على التليفون. عادي أنتي ما دخلك، أنا برد. ألو أهلين عماد. مين؟ ميساء؟ لا ميساء مو هون، عزمتها رفيقتها على الغدا وقبل الساعة 4 ما بترجع. شلون؟ ما قالت لك؟ هلا بس ارجع بهدل لك اياها. تكرم عينك، مع السلامة. ماما ليش عملتي هيك؟ خليه يروح يقعد مع امه لانه عم تتهمنا انه حرمناها منه. ايه ما فيها شيء اذا ما خبرتها، يعني مو ضروري كل ما بدها تعطس لازم تقلها. لا لازم تخبرني لانه بتعرف اني رح اتصل. لك يا حبيب بجوز اتصلت لقيت الخط مشغول. ما بتعرف يا شباب ميساء مستحيل تتحرك خطوه واحده بدون ما تقول لي. مرحبا عمي. اهلين صهري. كنت مارق من هون بالصدفه فقلت ما حلو منك يا ولد، عيب، لازم تطلع على بيت حماك تطمن عليهم وعلى صحتهم. ابن اصل تفضل. عمو مو مشغولي؟ بصراحة مشغولين شوي، بس هلا اهلا وسهلا تفضل. سيدي بعد لي ربع ساعة زمان بلوشي. ايه بس ربع ساعة مو اكثر.
لأنه بصراحة الست الوالدة فكرة أنه نحن ما عم نخليك تروح البيت. شو هالحكي؟ أمي؟ إيه أمك. بس نحن ما حبينا نحكي لك حتى ما نزعلك. يا ابني الله يرضى عليك. بس تصير ميساء حرمتك عود معها طول النهار. بس هلا دير بالك على أهلك. طيب عمي. عن إذنك. وين؟ عود؟ لا عمي. أنا لازم أروح على البيت وحط النقاط على الحروف لأنه هذا الشيء ما بيصير. لا بيصير. لو كانوا عم يحلبوا صافي كنت أنا ما حكيت. الجماعة ما دخلهم بالنص. أنا اللي عم خيم هنيك. معهم مالك حكي منه. أمك بتمون. يا بي أمي بتمون علي ما بتمون على أهل خطيبتي. إذا أهل خطيبتك بدهم يزعلوا أمك حدهم 60 جهنم. أنا اليوم بنت بتتمنى ظفرك. يا بي أنا مو عاجبني غير هاي البنت. هاي أولا. ثانيا بيت عمي عندهم كرامة مثل ما حضرتكم عندكم كرامة. لما بدكم تحكوا معهم شيء لازم تعرفوا شو بدكم تحكوا. مو دش ودج. ما قلت لك فسدوه علينا؟ نحن هلا صرنا ما بنفهم، صرنا طرش وهن اللي بيفهموا. لك شلون بتحكي مع امك هيك ولا؟ عيب. مين ما كانوا بيت عمك؟ ما بيصير تحكي مع امك هيك. ما حكينا شيء برات الطريق. كل الناس لازم تحترم بعضها. وبيت عمي كمان لازم يحترموكم. ايه ما صارت ببيتنا وتحكمت فينا، شلون بكره لو تصير ببيتنا؟ شو بتساوي فينا؟ تضربنا لك؟ فشرت بنص عينا. بكسر لايدها اذا بتمد عليكي. تعرفوا شو؟ بكرة الصبح ماني رايح على الشغل، رح اروح على بيت ميساء مشان افسخ الخطبة. منيح هيك؟ انبسطتوا؟ ولا يهمك، منلاقي لك احسن منها بمئة مرة. لا 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 ما بدي نسوان منه، فكرة الجواز لغيتها كليا من راسي. شو بدي بهالقصة؟ شو بدي بوجع الراس؟ أبو رؤوف؟ أبو رؤوف؟ بشو صافي؟ شغلي ما بتعجبك. شغلة إيش؟ حلي عنه للصبي بقى، حلي عنه. لعماد؟ نحن ما صدقنا إمتى قبل وخطب. بدك ياي فركش الخطبة بسببك؟ ليش أنا شو حكيت؟ لأنه بدي ياي يلفي على بيته مثل بقية العالم؟ لك شو بده يلفي على بيته يعمل؟ يتفرج علي ولا يتفرج عليكي؟ خلاص قاعد مبسوط مع خطيبته، خليه يقعد مع خطيبته. شو أبو رؤوف؟ صرت من حزبه؟ من حزب الحق. هلأ بيعز فرحته الولد. لو بيصح له يقعد قدامه 24 ساعة ما بيقصر. كلياتنا كنا هيك. شو نسيتي؟ أنا ما كنت أتزحزح من بيتكم. نسيتي الوقفات ورا باب الزقاق؟ حاجة أبو رؤوف عيب. أهلي مو مثل أهلها. لأنه أهلي ما كانوا يتصلوا كل يوم بأهلك ويطرقوهم بهدلة. لأنه وقتها ما كان عندهم تليفون. بقى حلي عنه. أهلي ما كان يفسدوك على أهلها. تصبي على خير. وأنت بعدين ما كنت خلاص قلنا بقى تصبي على خير. وأنت من أهله. أبو رؤوف خليها بقى. على خير. نحن عماد ابننا لو سكن هون ما راح نقول شيء. مو حلوة. بس اللي زعجنا انه نحن نحطينا موقف محرج. اذا قلنا له روح بنطلع من قلعه، واذا سكتنا بنطلع من حرضه على اهله. حرمي بنص عقل، شو بدك تعمل؟ لا اختي ام رؤوف كبيرة القدر. يكبر قدرك يا سيدي. وأنا من جهتي بوعدك إنه هالقصة ما تتكرر. ولا يهمك أبو رؤوف، نحن رح نصير قريبين، يعني ما رح نزعل من بعضنا. خلاص صافي يا لبن. صافي صافي مثل التلج. إذا صافي مثل ما عم تقول معناتها بتشرفونا على العشاء بكرة. الحمد لله بنتنا مرباية على الأخلاق وعزة النفس. وليش ابننا على شو مربى؟ كمان نفس الشيء على الأخلاق الحميدة والشرف وعزة النفس. كل الناس خير وبركة. بيقول المثل
يلي مثلنا تعول عنا، وإن الطيور على أشكالها تقع، وقدري ولقيت غطاها. بقى هالشب اللي تعبنا عليه وعلمناه وربيناه أحلى ترباية، شي طبيعي على إنه يعني من بين كل البنات يختار هالشمعة الحلوة. كيف الأكل ميساء؟ إن شاء الله عجبك. يسلموا إيديكي مرت عمي، ولا أطيب من هيك. أنا رح أسلمك عماد، معدته مثل الحرير، بدك تتعلمي تطبخي مثل ما بطبخ له، مو ترجعي لي إياه ومعه قرحة. ميساء أشطر طباخة بالعالم أمي، ما بدها مين يعلمها. كل نسواننا بالعيلة خزيت العين ما عليهم حكي بنوب، يعني إذا بيروحوا على الجامعة وبيفتحوا كليات للطبخ بيطلعوا دكاترة بيعلموا العالم. أولادنا كلهم دكاترة بالأكل. دايمة يا جماعة. شبك وقفت عن الأكل؟ إن شاء الله دايمة وبيت عامر. تسمحوا لنا نحن؟ وين تسمحوا لنا؟ الله يسامحك الله يسامحك عمي، شوي حكي ما أكلتوا لسه. بصراحة أنا تعبان شوي، لا تأخذونا، أنا مضطرين نمشي. يلا يلا. عن إذنكم. الله معكم. مع السلامة. يوه ما أكلتوا؟ رين عجبك هيك؟ ما صار إلا عشونا. رح أتفق بالأكل، كل ما يبدأ صحني تعبيني إياه، كل ما يبدأ تعبيني أولا على شكراً. إف ولو إف يقطع عمره شو سمجي. من بكرة بتفسخ الخطبة، هل عريس ما بدنا إياه؟ شو بدنا وما بدنا ماما؟ شو دخل عماد بأهله؟ لك بنتي لسه ما صرتي ببيتها وعم تعمل هيك، شلون لما تصيري كنتها؟ لك يا بنتي يا ميساء الله يرضى عليكي، امك عم تحكي مزبوط، خلينا نفسخ الخطبه هلا احلى ما نندم على الطلاق بعدين. طيب عماد شو ذنبه؟ ذنبه انه امه ما حبتنا، فكرتنا انه طمعانين فيه، بس شو طمعانين ما بعرف. بابا طيب مسموح احكي؟ احكي. انا برايي انه ما نعمل عماد على عمل امه. ما المشكله انه رح يسكنك عند امه لك بنتي، هذا شرطه، لانه ما بيقدر ياخذ بيت لحاله، وبكره بس تصيري عندها رح تقلب لك حياتك جحيم. معلش انا بتعامل معها بالحسنى، بحاول اغيرها واثر فيها، وما بخلي تصرفاتي رد فعل على تصرفاتها. يا بنتي انت صاحبه القرار، ومع ذلك لازم نفتح الموضوع مع عباد، ما بصير نعمل حالنا انه مو فارقه معنا، والا تفكرونا بلا احساس. ليش كل هالضوجه ما بعرف؟ شو فيها اذا قلت لها تتعلم الطبخ مشان صحه ابني يعني؟ شلون شو فيها؟ المرأة اذا قالوا لها تعلمي الطبخ مثل كانهم عم يسبوها. بعدين حضرتك يعني مين مفكر حالك؟ الشيف رمزي؟ استحينا نحكي قدام العالم، اصلا الرز اللي طعميتينا اياه لساته مو مستوي وعم يقعد. ومع ذلك الجماعه اكلوا ما حبوا يحرجوكي. خلص طالما كلياتكم ضدي رح اسكت لحتى اموت، ما رح اسمعكم صوتي بالمره طالما عم يزعجكم. لا 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 خليك عم تحكي، خليك عم تحكي قد ما بدك، ونحن كمان لازم بكره نروح نفسخ الخطبه. سخوها احسن، انا بدبر له وحده احسن من ميساء بمليون مره. لا بطلت، قبل ما يصير عندي شقه مفروشه من احسن ما يكون ما رح اتجوز، بطلت ما رح اتجوز. وبركي ما صار عندك شقه؟ عمره ما يصير، وعمري ما اتجوز منوب، ما بدي اتجوز، لغيت الموضوع من راسي. اسمعوا على خير بدي نام. يلا أبو رؤوف شو بدك؟
قل له لعماد بلا ما يفسخ الخطبة، أنا مستعدة أتحملها للبنت، بتضل مرت ابني إذا صار نصيب. لك نحن ما لنا خايفين أنت ما تتحمليها، خايفين هي ما تتحملك. خلاص أنا مستعدة أسكت على كل شيء وبعمل حالي مو شايفة شيء، بس عماد يتجوز. تصبح على خير. أبو رؤوف خلصنا بقى. خلصنا يلا. ليك تصبح على خير. أم رؤوف مثل أم بلا ميساء، بتموت إلا شو ما بدها. بس أنا اللي زعجني إنه الشغلة فيها ضغيلة مو عفوية. أخي حرمي بنص عقل، شو بدك تعمل؟ بس أنا بوعدك إني حطها عند حدا. نحن مو غايتنا نحط أم رؤوف عند حدا، أم رؤوف كبيرة القدر. بس انت بتعرف اذا تنتين نسوان علقوا مع بعضهم بنفس البيت شو بيصير؟ ما راح نخليهم يعلقوا. ام رؤوف تغيرت، اقتنعت بغلطتها، يعني صرنا من امبارح لليوم عم نحكي بهالموضوع. يا سيدي ما في مشكله، اذا انتم شايفين هيك نحن ما عنا مانع وخلص. يا دار ما دخلك شر. يعني صافي يا لبان؟ يا سيدي صافي يا لبان، وحتى تصدق نحن بكرة المساء عزميكم على العشاء. شو أمي سعيد سي تسألك؟ شو رأيك بطبخ ميساء؟ شو الإيدين اللي عليها؟ إيه ما في أطيب من الأكل. بتعرفي إنه ابنك مو غشيم، بيعرف ينقي. مو بس بالنسوان بيفهم، كمان بالأواعي بيعرف ينقي. منين جايب لك الكندرة والفستان؟ من شارع لوبيا. حلوين كتير. يعني معقول أجيب لخطيبتي أواعي بشعة أمي؟ والله كل ما كانت المرأة أحلى كل ما كان الرجال مسلطين ومزاجه صافي. شو قصدك يعني؟ أنا مو حلوة؟ مشان هيك بتضل معصب؟ نحن راحت علينا، اللي مثلنا ما بتفرق معه. تعرفي ليش؟ لأنه ما بيضل له مصالح حيوية مع النسوان. ولو أبو رؤوف الشباب منك ولا ورا، أنت زينت الشباب، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ بلا حكي فاضي، تمسيح الجوخ ما رح يرجاني شب. ظهري انحنى، ما رح تقدر تضحك علي. قومي يا بنت الحلال، قومي للنام. الله يحسن كبرتنا إلهي. أبو رؤوف أنت لاحظت شي اليوم؟ شي مثل شو؟ عماد زلق بكلمة، ما انتبهت؟ ما كنت مراقبه حتى أعرف إذا كان زلق ولا ما زلق. بشو زلق؟ لما فتحنا سيرة الهدايا من فترة صار يضحك على أساس أنه هو ما عم يجيب هدايا. الأواعي اللي كانت لابستهم اليوم طلع عماد هو اللي بيشتريهم. لكان عمرك شفتي واحد ما بيجيب لخطيبته هدايا؟ أنت خص نص ما بيحق لك تحكي بها الموضوع. ليش أنا شو؟ ما دخلني؟ إيه أنت وأمك مصيتولي دمي، ما كنتوا تقبلوا فوت لعندكن على البيت من غير ما أكون جايب لكم هدايا، مو إليك بس، إليك وإلها. لختيرتي وما قدرتي تلبسي الأواعي كلهم يلي جايب لك ياهم. العادات هلأ تغيرت، الناس مو مثل أول، الناس كانت ميسورة. هلأ الناس ما معها تاكل، وخصوصا الموظف، وابنك موظف. تصبح على خير. أنا لو كان ابني معه كنت ما حكيت، بس ابني شحات با معه وموظف. قلنا تصبي على خير. وانت من اهله. ابو رؤوف خلصنا بقى. ليه خلصنا؟
شو؟ شايفتك عم تعمل قهوة لحالك. الله يسعد لي الصباح. وصباحك إن شاء الله. إيه أمي، فقت بكير شوي لحالي بساوي القهوة أنا بلا ما أزعجك. فيقني، أنا أحب ما عندي أعمل لك قهوتك. الله يخلينا إياك يا أمي. حبيب قلبي، ترك القهوة أنا بكملها. يلا. في موضوع بدي أحكيه معك عيمات. خير، شو في؟ يا ابني ما بصير هيك. حماتك تعتبر مثل أمك، لازم تفتكرها بهدية مو حلوة. ولا يهمك أمي، هديتها. وأبوها لميساء كمان لازم تفتكره بهدية، يعتبر هذا مثل أبوك. حسبت حسابه بهدية من كم يوم، ما راحت عن بالي الشغلة. وأخواتها لميساء كمان لازم تفتكرهم بهدية، يعني لازم ما تنساهم، هدول صاروا قرايبينك. لا تخافي على ابني، كمان هديته، ما خليت ولا واحد إلا وهديته. ابنك ما بيروح واجب عليه. هكا أنا ما في غير صفات الراحة على يد الأم. حتى بعد ما صار معي السكر ضل معلق لي على صفات الراحة. جيب لأمك مثل ما عم تجيبي لهون. يا لطيف، شو بصير لأمي أحيانا؟ بصفون كل صفنة أخت التانية. الله يجيرنا. صباح الخير يا حلو. صباح الخير. حتى تعرف مرتك ما بتحكي هيك وبتتبلى العالم. شو الفرق؟ الفرق انه طلع ابنك غشيم وما بفهم بالحياة بنوب. درت كتير ولفيتي حوالين الموضوع، هلأ بدك تحكي اللبي ما بقى تعرفي. قولي. طلع ابنك مو بس خطيبته عم يكسي. لكن عم بيكسي مين كمان؟ إمه وأبوها وإخواتها. وشو عرفيك؟ هو اعترف لي. يصطفل منه إلهم، ما دخلنا. لا دخلنا. بكرة ابننا بيغرق بالدين بسببهم. بدل ما ينهبوه لازم يعلموه يوفر. مو لحدا غريب بده يوفر لبنتهم، ولا مو فارقة معهم بنتهم كمان؟ خلاص الله، خلينا نشرب القهوة على رواق، خلصينا بقى. أنا ابني لو كان الله منعم عليه ومو شحاد وموظف خلص بقى، قلنا خلص، خلصنا خلص. أبو رؤوف خلص بقى. ليك الو. اهلين مروان، صباح الخير. 10,000 من اللي 10,000؟ خير، شو في يا لطيف؟ طيب طيب، هلا بسألك ابي. خلاص خلاص، بالشغل بخبرك. مع السلامه. العمى. صباح الخير. صباح النور. خير، شو في؟ بابا معك مصاري شي؟ قديش؟ يعني شغلت 10,000 ورقة. شان ايش؟ رفيقي مروان بده يعمل عملية لابنه وما معه مصاري. والله يا ابني 10 ما في، بس بحدود الأربعة معقول. ماشي الحال، يدبر حاله فيه. طيب لحظة. تفضل. الله يسلم هالإيدين بابا. أهلين. الله يرضى عليك. خلينا إياك يا رب. شفت؟ شو بدي شوف؟ ما سمعتي قال لرفيقه؟ وما أحلاي إقول لك لخطيبته، طبعاً بدي إقول لك لرفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إذا هيك بقى أنا بدي أزعل منه ومن هون. مثل ما عم بحكي، مثل ما عم بحكي، أنا ما بجيب شي من عندي. على كل، أنا هلا بدي أنزل على السوق، كفاية ألبس، المسا بقعد وبحكي معه.
عم يبق الدم لحتى يطالعهم، مو مشان يجيب لك هدايا إلك ولكل عشيرتك. الو، اهلين ام رؤوف، كيف صحتك؟ ايه احكي. لا ما بزعى. ميساء بنتنا وعماد ابنكم، انا مشان هيك عم احكي، يعني لازم نساعدهم شوي حتى يوقفوا على رجليهم، نعلمهم يوفروا ويجيبوا الغرض اللازم للبيت. هلا بشرح لك. ابني عماد بحب البهورة، كفه مبخوش ما بيهدى الفرنك فيه، يلي بدي اياه منكم تعلموه يبطل هالشغلة. انا بقول لك شلون، بس يجيب لكم هدايا لا تقبلوا، قلوا له رجعهم، اذا ما قلتوا له ما بيفهم لحاله. يا ست نوال، يا ست نوال، ما في داعي تخبي، ابني عماد حكالي كل شيء، قال لي انه عم يجيب للكل، يعني نحن مو ضد يجيب إليك ولأخي جميل، بس لأخواتها. جميل جميل، على شو عم تدور؟ عم بدور على علاقة المفاتيح، بدي رجله هديته. لقيته يا أخا عمرة، أخذتها منه حتى ما أكشر بخاطره، صار عم بكشيني. لك شو قول أنا، أخذت منه إشارة 90% نايلون بس مشان اجبر بخاطره، صار يتفشخر. هذا هو. ولا ميساء شو هدية؟ شو جبله؟ جبله كندر، ومره جبله فستان تبع 600 ليره. بتجيبيهم؟ بدي رجع له اياهم. ها شرفي مدى فندي. مرحبا عمي. اهلا وسهلا، تفضل. الله يزيد فضلك يا رب. شيء الله يسلم هالايدين. شو ها الهدايا اللي هديتنا اياهم؟ يا ابني انت لازم تتعلم التوفير، بيعهم واشتري بحقهم فيلا. ليش تحب البهنك ليش؟ وبالنسبه للهدايا اللي هديتهم اياهم لاخواتها لميساء، البسا بجيب لك اياهم، بيعهم واشتري فيهم سياره. سبحان الله، شو بتحب البعزاب؟ خير عمي، ليش هيك عم تحكي معي؟ الشغلة ما عادت تنطق، أمك عملتنا عايشين على حسابك. معلش عمي، لا تواخذني، أنا بعتذر منكم شديد الاعتذار، كتر الله خيركم انكم متحمليني وأنا بهالوضع. أنا ما بقبل بنوب إنه أمي تقلب الآية. لك ابني، في شغلات بتنهضم وشغلات ما بتنهضم، بس هي فيها بس بكرامتنا بنهاية المطاف. تفضل يا ابني. معك حق عمي، يلي بيسيء لكرامتكم كأنه أساء لكرامتي حتى لو كانت أمي. عمي شو؟ انتو بعدكم تعتبروني خطيب بنتكم؟ طبعا لك ابني، نحن ما بنتسبب بعذاب إنسان بلحظة غضب. الهدايا اللي عم نعطيك ياهن مشان ترجعهن لأمك، مو مشان تفسخ الخطبة. اللهم إلا إذا أنت عندك نية تفسخ. أعوذ بالله، الموت أسهل لي. عمي خلينا نعمل العرس يوم الخميس. بعد يومين؟ إيه بعد يومين. شو إيه؟ يعني ما اتفقنا إنه تكمل تعليمها ميساء يعني بعد سنة؟ مرت عمي، إذا ما طمطناها أسبوع كمان بتفقص القصة، فكيف إذا سنة؟ عمي الجواز السريع هو الحل الوحيد. طيب أنت شاور أهلك ونحن بنتشاور مع بعضنا. ما بدها مشاور عمي، ما بدها. هلأ أنتوا بالنهاية ما راح تجوزوني بنتكم؟ طبعا. خلاص 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 نتجوز، وبوعدكم بشرفي إنه تكمل تعليمها، وإذا ما كملت بطلق. تهديد تهديد. الخميس الخميس، شو مجنون انت اكثر مني يعني؟ ما سمعت عمي، سمعتي شي ميساء؟ عيد عيد. مجنون اكثر مني يعني؟
يعني موافق؟ موافق طبعا. زلقتي مرت عمي؟ زيك عمي؟ اشتري فيهم سيارة. مبروك ميساء. مبروك الورد، مبروك الشوك، مبروك.